نبيل اللي هو 12 وسيف عزت 8. احنا معانا اللقطه وانت بتتكلم يا كابتن حشيشه كابتن بلال. يعني كابتن فتحي مبروك من دول قطاع الناشئين موجود طبعا في مباراه، ووجود طبعا الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي برضه بيتابع المباراه من ملاعب الناشئين بمدينه نصر. يعني طبعا حاجه كويسه احنا اتكلمنا عليها قبل الماتش، متابعه طبعا مجلس اداره بقياده الكابتن الخطيب انه يروح كذا مره، كذلك هو برضو عضو مجلس اداره بيحضر، ما شفناش قبل كده ان عضو مجلس اداره يجي يحضر مباراه، ومباراه عاديه للناشئين، مثلا مش نهائي ولا مباراه مثلا فاصله ولا حاجه، بيحضر برضو. دي بتدي برضو اهتمام كبير من مجلس الإدارة، وفي نفس الوقت القطاع يحس ان في تواصل مستمر ما بين مجلس الإدارة وطبعا القطاع. دي حاجة مهمة، اللعيبة ما بتشوف برضو حد من مجلس الإدارة قاعد بره، دي بتدي برضو نوع من التركيز والاهتمام. استاذ محمد ضماطي برضو متابع شويه الناشئين، لانه كان سافر برضو رئيس بعثه النادي الاهلي السنه اللي فاتت الإمارات. مع 2002 في الامارات. تمام. فهو واضح ان هو برضو بصفه شخصيه مهتم بالقطاع الناشئين. كنت بتتكلم